النهارده الحد 5/11/2023. في الفيديو ده عايز اوجه رساله لداليا، بس قبل الرساله بتاعت داليا عايز اقول لكم ان انا اكتشفت عن الكيان الصهيوني سر خطير جدا، ان هو طلع مش بس ما عندهمش دم ولا حتى كرامه ولا ضمير، لا، في معلومه جديده عرفتها وانا بعمل الفيديو ده، الا وهي ان هم بيعتمدوا على الزن والنفس الطويل. البهايم دي يا جماعه ماشيين بمبدا الزن على الودان امر من السحر، نفس الفكره كده بتاعت الابلسه والشياطين بالظبط، تحسهم اصلا نفس السلاله. فلو انت كنت فاكر ان بعد التصريحات اللي طلعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وان هو رافض التهجير القسري بتاع اخواتنا في فلسطين، ان هم هيقتنعوا بقى ويكتموا ويحطوا لسانهم في بقهم الصهاينه يعني ويسكتوا، يبقى انت راجل غلبان يا راجل. ده الصهاينه، عشان تعرف بس ان الاسم ده ما جاش من فراغ، علشان يمنعوا دخول الوقود لغزه طلبوا من اوروبا ارسال سفن مستشفيات لمصر علشان يعني يعالجوا المرضى جوه مصر بدل ما نبعت الغاز لفلسطين. انت متخيل الصهاينه؟ طب بلاش دي، دول بعتوا وفد امني صهيوني مخصوص علشان ايه بقى؟ تخيل، اسمع بقى الهلوسه اللي جايه دي، تمام؟ علشان يناقش حلول انسانيه فوريه لقطاع غزه. عارف انت المشهد بتاع ام الفين سبحتك يا معلم؟ حاجه كده في قمه البجاحه اللي في الدنيا كلها. لا، وجايين يقولوا ما هو انتوا شايفين يا جماعه حالهم عامل ازاي، الناس اللي في فلسطين دول حال مين؟ يالا صهيوني انت وهو، انتوا هبل يا جدعان، هو انتوا ما عندكمش يعني باقه انترنت ولا ايه؟ هو انتوا مش عارفين ان احنا شايفين اللي بيحصل ولا ايه؟ خايف على الحالات الانسانيه يا صهيوني؟ ده على اساس ان انتوا بتحدفوا عليهم كب كيكس مثلا ولا ايه؟ طب يبطلوا بقى هبل ويلموا الدور على كده وخلاص؟ لا طبعا. اسمع دول قالوا ايه كمان؟ انتوا يا جماعه اللي في مصر، انتوا مش شايفين عدد المستشفيات والمصابين والتدمير عامل ازاي؟ بلاش ده. طب اقول لكم يا جماعه اللي في مصر، انا قذفت جامعه الازهر في غزه، فحرام يعني يا جماعه، فتعالوا بسرعه يا مصر خدوهم عندكم، وبنوعدكم ان احنا هنسهل عمليه نقلهم لشمال سيناء. لو انت فاكرني بهزر معاك او اللي انت بتسمعه دلوقتي في الفيديو ده برنامج الكاميرا الخفيه يعني، فللاسف انا عارف ان هو كلام هزلي، بس والله هو ده الواقع اللي حصل للاسف. فانا شايف ان احنا نجيب باسم يوسف يرد عليهم في الجزئيه دي تحديدا، يعني ده انتوا يا بجح قصفتوا عربيات الاسعاف اللي كانت بتنقل المصابين تجاه رفح، ومش عربيات اسعاف بس، لا ده انتوا كمان قذفتوا المدنيين اللي ماشيين على رجليهم وشايلين عزلهم وشنط لبسهم وحاجتهم كلها، منظر كان يقطع القلب. وكمان مش بس كده، قذفتوا كمان بوابه مستشفى الشفا، فمين دول يالا اللي انت هتسهل عمليه نقلهم يالا؟ لا، وكمان الوفد جاي بيقولوا ان هم يحطوا لمصر حلول علشان تقدر تستوعب كم المصابين اللي في غزه، ومن ضمن الحلول بقى ديت اللي الوفد يعني تكرم واقترحها علينا، ان هم يعملوا لنا او يتعمل مستشفى ميداني في مصر علشان تقدر تستوعب اخواتنا في فلسطين. يعني بجد برميل بجاحه الكيان المحتل ده ماشي على الارض او في الخريطه، بس الناس دي كويسه برضه يا جماعه، برضه عشان ما نلزمهمش، هم وعدونا ان هم هيرجعوهم تاني لبلدهم بعد ما يخفوا يعني ان شاء الله، وانت عارف طبعا وعد الخسيس عامل ازاي. حقيقي يا جماعه اللي بيحصل ده والله ملوش وصف. لا، وهم كمان يا جماعه بيزنقوك بقى، اللي هو مش انتوا يا مصر عايزين غاز؟ عينينا هنرجع نصدر لكم غاز مسال تاني. ومعلومه على جنب كده برضو يا جماعه، ان مصر حاليا بدانا نستورد اول شاحنات غاز مسال بعد ما كانت هي مصر اللي بتصدر اصلا او مصدر الرئيسي لغاز المسال، بس ان شاء الله دي حاجه مؤقته وهنرجع مره تانية. وبيتم حاليا كمان استئناف ارسال الغاز تدريجي مره تانية من الكيان المحتل، فهم عارفين ايه نقطة ضعفك وبيلعبوا عليها كويس جدا، وعايزين كمان يخنقوك اقتصاديا، مش هم بس، هم وكل اللي وراهم. بس كده كده يا جماعة، احنا الاتنين احنا والصهاينة يعني عارفين ان هم بالنسبة لنا عدو ومتآمر ومش سالك لنفسه، هنقعد طول حياتنا كده، وبتاخد احتياطاتك منهم. المصيبة بقى ان لما يبقى اللي حواليك متآمر او جاسوس وانت ما كنتش تعرفه. جاسوس ايه ومؤامرة ايه يا عم عبد الفتاح؟ وفي ايه؟ بص الخبر اللي جاي ده صدمة شوية. المحامي او الرجل المحترم عمرو عبد السلام قدم بلاغ للنائب العام ضد داليا زياده. مين بقى داليا زياده دي يا عم عبد الفتاح؟ ده انا اول مره اسمع عنها، والله انا عايز اقول لك انا زيك بالظبط واول مره اسمع عنها. بس المهم يعني ان الاستاذه دي طلعت شغاله مديره المركز المصري للدراسات الديمقراطيه الحره. بص انا عارف ان هي وظيفتها ممكن تكون مش مفهومه اللي انا قلته ده او مجعلظه شويتين، بس اللي عايزك تعرفه يعني ان هي وظيفه مهمه وحساس. المهم بقى تم استضافتها في برنامج تابع مش مثلا لام بي سي سفره او الاكل او صباح الخير يا مصر، لا ده تابع، اسمع بقى كده، للموساد الصهيوني. ايوه زي ما انت سمعت، وبيسالوها عن رايها في اللي بيحصل في فلسطين. عارف انك هتقول لي ايه يا عم عبد الفتاح الاسئله الوجوديه دي؟ واحده اسمها داليا وعربيه، هتقول ايه يعني عن اللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين؟ ما هي معروفه يعني. هقول لك ايه ده، بس خد بق ميه كده بس ما تبلعوش علشان هنحتاجه، علشان هنتفه على وش حد كده دلوقتي بعد ما تعرف هي قالت الاستاذه. قالت والله اللي بيحصل ده هو حرب. طب ما هو حلو يا عم عبد الفتاح. لا لا اسمع بقى، قالت ده حرب ضد الارهاب بالنيابه عن الشرق الاوسط. يعني قصدها ان الصهاينه بتحارب الارهاب نيابه عن الشرق الاوسط، وبتحارب كل اللي بينتمي للفكره المتطرفه زي المقاومه او حماس او حزب الله وهكذا. واضح ان مامة داليا كانت مش مركزه معاها او ما عندهاش وقت وهي صغيره.
انت متخيل ان هي طالعه في برنامج تابع للموساد وبتدافع عن الكيان الصهيوني وعن جرايمه؟ مفيش حاجه تتقال والله العظيم، يعني المفروض يكون اسمها داليا ناقصه مش داليا زياده. المهم هنسيب الحته دي للاجهزه المصريه المختصه، هم هيعرفوا الايام اللي جايه ديت هي داليا زياده ولا داليا ناقصه. يعني يا وليه يا جحده، ده في ناس في الغرب بدات تغير وجهه نظرها تجاه القضيه الفلسطينيه، وده خلى ناس كتير مش عرب بس، لا اي بني ادم يطلعوا في مسيرات لدعم القضيه الفلسطينيه. عندك مثلا ستك سيلفا يعقوب قدمت استقالتها من وزاره الخارجيه الامريكيه، وتعتبر دي على فكره يا جماعه تاني استقاله في وزاره الخارجيه الامريكيه بعد جوش بول اللي كان بيشرف على نقل الاسلحه للخليج، يعني حد تقيل. المهم بقى سيلفيا دي قالت لبايدن انت بتشارك في المجزره اللي بتحصل في غزه. حتى العاملين في البيت الابيض يا شيخه بداوا يعترضوا على سياسات جو بايدن ويعملوا مضاربه، فحرام عليك يعني. ده حتى كمان الصهاينه راحوا تحت بيت النتن واتظاهروا قالوا لو ذكر انزل، طبعا انتوا عارفين ان هو بالرجوله فما نزلش، مامته قالت له ما تنزلش الدنيا شمس. طب اخر حاجه بقى علشان ما اطولش في الجزئيه دي، في كاتبه في نيويورك تايمز اسمها جاسمين دي واحده من اتقل الكتاب هناك، استقالت وقالت ان اللي بيحصل ده مجزره. انت متخيله يا دودو الناس كلها، لا عرب بقى ولا مسلمين بس، الناس دي كلها بتعملوا ايه وانت بتعملي ايه يا ماما؟ وعلشان تعرفوا ان الصهاينه دول بجد ناس ما تربتش وهزق وكل اللي حواليهم، يعني مش بس صهاينه، طلع لك مذيع على قناه فوكس الامريكيه بيهدد العرب اللي عايشين في امريكا وبيقول لك احنا اللي عملنا الشرق الاوسط. انت مين اللي عملت الشرق الاوسط؟ انت عارف امريكا بقى لها كام سنه لما خدتوها من الهنود الحمر نفس اللي عمله الكيان الصهيوني، انت فاهم؟ ويقول لك واحنا اللي خلينا العرب اغنياء. ووجه رساله للعرب الامريكان وخاصه المسلمين ان اي حد هيقطع او يشيل صوره الاسرى اليهود او الصهيونيين من الشوارع هيتضرب على وشه. اه والله قال كده عادي جدا على الهواء بكل وقاحه وبجاحه. كل اللي عايز اقوله يعني ان الزن والضغط مستمر وهيستمر، وهيقعدوا يضغطوا علينا الفتره الجايه اقتصاديا كتير جدا على مصر، وبالفعل ده بيحصل دلوقتي، واللي في دماغهم هيعملوه او هيفضلوا وراه يعني من وجهه نظرهم. طيب ممكن استاذنكم هقفل الفيديو دوت بنكته؟ بيقول لك مره مجموعه عرب رجاله قوي قوي يعني قال لك احنا مش هنسكت عن اللي بيحصل ده وهنعمل جلسه طارئه جدا خالص يعني. فالكلام ده كان تقريبا يوم 4/11. قاموا حددوا الجلسه الطارئه جدا خالص دي امتى بقى؟ يوم 11/11، يعني بعد اسبوع، يعني لا تعليق بجد. امال لو مش طارئه كنا هنقعد 2026 ولا ايه يا رجاله؟ مش فاهم. طب اقول لكم على نقطه ثانيه بجد بايخه ودمها تقيل وتحزن وتكسف وتعر. بيقول لك مره دوله فلسطين اللي هي دلوقتي بتتعرض لمجزره واباده جماعيه، اطفال وناس كبار وكل حاجه احنا بنشوفها، كانت بتستغيث باخواتها العرب. قامت دوله عربيه فورا بعتت 8 طيارات محملين بكل انواع المعدات والمساعدات. طب ما حلو يا عم عبد الفتاح، ايه المشكله؟ لا ما انا نسيت اقول لك ان هم ودوهم للصهاينه مش لفلسطين. اه اقسم بالله قمه هي الحسره والخزي. عموما ربنا موجود، ربنا ينصر مصر وينصر اخواتنا الفلسطينيين. شكرا ليكم.